اللي هي جوجل انيميشن اللي تخدم اللي كنهضر عليه هو واحد النقطه اللي هي مهمه ما كنشوفوهاش بزاف اكثر كنهضر على ديك اللي مثلا الماتش وقع في الماتش ولكن هو اللي هو الجمهور بصراحه حرام اننا ما نشوفوش الجمهور كيدخل هذا التيران هذا اللي هو صراحه موفره في جميع الظروف ان الواحد يجي يتفرج مع ولاده ولا مع العائله ديالو ولا مع كل شيء فهي النقطه اللي بغيت نهضر عليها وكاين واحد الفئه اللي هي صغيره صغيره بزاف اللي كتجي انها تشتم اللاعبين فهي الفئه راه ما عندهاش بحال الاضافه با مثل اللي وصلوني الدعابير كنتمنى من الجمهور اللي كيجي باش نجي نشجع الفريق فحنا واخا هي فئه صغيره راه في الحاجه المساليه ان تعاون الناس ان واحد الدعم ديالنا بحكم اننا كنجيو كنلعبو في الملعب ديالنا ما كنحسش بهذا الدفء ديال الجمهور لان بحال خارجين على الميدان ملي كنلاحظو ان فرق واحد اخرين كنحسو بان راه حنا خارجين على الملعب لان فرقه عندها جمهور ديالها عندها ناس بزاف ديالها وكنتمنى اننا نديرو طاجه هذا واحد الحل اللي هو في مصلحه ديال الفريق باش نزيدو بالفرقه القدام ان شاء الله راه كنقول انا راه جمهور تشجعنا راه في واحد الفرقه غادا نقريو واحد الاداء اللي هو اكثر من الثمن اللي كنشاهدو هذا شكرا اقل العقد ديالهم 4 سنوات 5 سنوات هاد الدراري اختاروا هذه الجريده كاين تقريبا 90% شاو ديور هنا وكاين شي متزوج من جديد دونك الناس هادو جاو ولاو ابناء الفريق ثانيا احنا ما تنتكلموش على الجمهور الظهيري ولا الاصل كاين اشخاص ربحنا بتعدنا ولا كنسخروا كيسبوا معروفين هذا بين واحد المجموعه ورايا بصراحه كيجيو ورايا كيسبوا ويشتموا هذا يوقع بدون مبرر الى عندهم مشكل مع الفريق الجديد وخلوا الناس تلعب الى كيعيبوا اللعابه تعيبوا تعيبوا المكسب انا ما كنعرفش حتى شي واحد انا كنسمع والد اللي سبوا الشتم ورايا من اشخاص معروفين اللي لعب بيرسون كنقول لهم لعب بيرسون ما كيجاوبوش علاش؟ تقول الله يهديهم الله يهديهم واحد المره غادي يعرفوا اننا هما الفريق الجديد واننا ميت ديال المدينه الجديده وحنا راه اصلا جديدين دونك كنطلب منهم مره اخرى يرجعوا راه بينهم الفريق راه ديالهم ماشي ديالي انا اليوم كاين خدام